كيف الاول كنا في واحد الكونفرنس دو بريس في نوفوتيل، بحكم انني كنت اشتغلت معهم صوت واحد الفيديو اللي كتعالج ظاهره والمشكل اللي كاين متفشي في المجتمع حاليا، مثلا ديال الاعراض اللي ممكن تصيب الناس واللي من بينها الامراض ديال السيده، يعني واحد لا فيديو تحسيسيه توعويه. من بعد ما كملنا لا كونفرنس فطرنا مجموعين تماك في الاوتيل، ابخي خرجنا مشينا عند الصديق ديالنا ابراهيم بوراي، كان كيشتغل معايا في راديو اصوات، وبحكم انه كيشتغل معايا تاو في خليه الكتابه، مشيت انا والصديق ديالي احمد عدنان. احمد عدنان اللي بدا معايا البروجي من الاول ديال الرسوم المتحركه. كنا انا والصديق ديالي عند الصديق الثالث ديالنا، كتبنا سالينا تسحروا الدراري نعسوا، بقيت انا وحميد عدنان احمد عدنان تنكتبوا، سالينا الكتبه ديالنا خرجنا من وراء الصلاه ديال الفجر. تما في هذيك اللحظه واش غنمشيو للدار ولا شنو، بديت نتشاور انا والصديق ديالي واش نمشي ولا، قال لي الجو دابا زوين يعني نمشيو لعين دياب ندورو شويه، حتى انا عجبتني الفكره، عين دياب تيكون في هذيك الفتره تيكون خاوي، تيكون واحد الهواء زوين نقي وبغينا ندورو فيه. والجميل في الامر اننا كنا كندور انا وياه، تنقول ليه شوف زعما الدنيا نقيه ما كاينش لومبوتياج، تخيل معايا كون كانت المدينه بحال ما وكذا، هذا غاديين شويه حتى كيبان لنا واحد اربعه الطونوبيلات قدامنا واقفين. وفين واقفين؟ نورمالمون الفوغوش كانت باقا لي ديك الساعه شي 200 متر تقريبا، وحنا بيننا وبينهم شي 100 متر، يعني هما وقفوا وسط من الطريق والفوغوش باقا لي 100 متر، وقفوا انا تماك انا والصديق ديالي حسينا بشي حاجه ماشي هي هذيك. قلت ليه حميد هاد الشيء اللي كاين دابا راه ماشي هو هذاك، زعما شي حاجه غريبه. قال لي تقدر تكون زعما واش مناوشات بيناتهم، واش كيدوي بيناتهم، شنو واقع الله اعلم. بقيت انا غادي بشويه تحركوا هما حتى وصلنا للفوغوش. قبل ما نوصل للفوغوش السياره منهم بلاصات ستاسيونات على اليمن وفتناها. الوغ فاش وصلنا للفوغوش، داك الفوغوش كاينه فيه غون بوان في الفوغوش تماك، حتى كنلقاو هذيك الطوموبيل اللي كانت ستاسيونات جات من ورانا. الوغ تماك انا وصديق ديالي خدم لالارم، شي حاجه ماشي هي هذيك. اين فاش على الفوغوش انا حاولت باش نهرب ونفلت بعدا غير من هذاك ديك البلاصه اللي حاكميني فيها مع كاين تما هذاك الغون بوان، درت بحال ما هكا لقيت واحد الخويه داز بحال هكا سبقتهم. اين فاش سبقتهم حتى كنلقاهم تابعيني، تبعوني بواحد الطريقه زعما انا ما نكذبش عليك، طريقه ديال الافلام، كيبان لك هذاك الشيء مخطط ومدروس. السياره اللي كتجي على اليمين هي اللي على اليمين، اللي على اليسار اليسار، اللي قدام قدام، لانهم داروا جوج المرات. جات سياره على اليمين ديالي تجاوزاتني وقفات قدامي، وجاو جوج السيارات ورايا، وكانت وحده الاخرى باقا جايه معطله شويه اللور. انا فرانيت، نزل لي واحد هرس هذيك الساعه البوله القداميه ديال الطوموبيل اللي على اليسار، رجعت مارشاريير بالخف، رجعت بحال ما هكذا، هربت عليهم وليت غادي في لو سونس انفيرس، يعني اللي كيجيو من الطوموبيلات كسيريت هما يكسيريو. واحد اللحظه كنت تما بحال الفيراج جيت اونفا بليس تما، كديك اللحظه سنرجع بالطوموبيل، صاحبي حميد تخلع تيقول لي بشويه نقص الطوموبيله كانت غادا تقلب. تتلقاهم عاوتاني بنفس الطريقه، عاوتاني جاو قربنا البوست ديال البوليس، انا بديت نكلاكسوني على البوليس قبل ما نوصل للبوست. لو مومون اللي نوصل للبوست يعني انا وصلت من هاد الجهه والبوست كاين في الجهه الاخرى، خاصني نجيب دوميتور باش نولي عند البوست ديال البوليس، وكاين تما واحد تخوطوا كبير تما تنكلاكسوني البوليسي كيبان لي بحال كاين داخل ما بانش، عاودوا براكوني بنفس الطريقه القدام، واحد هنا وواحد هنا، وسيارة عاوتاني اللور تندير مارشاريير بالخف، كنفلت منهم عاوتاني ترجع مارشاريير، حتى كنلقى راسي قدام البوست بالضبط. تنكلاكسوني الله يرضي عليك، تنكلاكسوني تيخرج الشرطي تيحمل السلاح الوظيفي ديالو، كيخرجو ولكن ما استعملوش، خرجو وبقى واقف، بقى تيشوف بحال ما هكذا، ديك اللعبه ديال واقف اشنو واقع. من بعد بقيت كنكلاكسوني، نزل واحد هرس لي المرايه قال لي احنا عاقلين عليك ولا انا عاقل عليك ولا ما عقلش، هو يطلع هو يزيد. هما كانوا 20 واحد تقريبا في السياره، يعني كل سياره كانت كتحمل واحد خمسه ولا سته ديال الاشخاص تقريبا، لان ما قدرش نحسبهم، لان في هذيك اللحظه ما كتبقاش زعما ضابط كل شيء، ما تقدرش تضبط كل شيء، كتولي باغي غير تهرب. الهيئه ديالهم هما باقيين صغار دي جون، يعني الفئه العمريه ديالتهم غادا تكون ما بين 18 ربما حتى 24 26 سنه، هذاك اللي نزل تقريبا عنده شي 27 سنه تقريبا ولا ما بين 24 حتى 27 سنه، هذه هي الهيئه ديالتهم. اش كانوا لابسين ما بانش ليا ما نكذبش عليك، واحد اللي كان نزل واقيلا كان لابس بحال الكحال ولا ما عرفتش شنو كان لابس، الاخرين زعما ما ما ما, ما زعما في هذا ما عقلتش عليهم مزيان. السيارات كانت سياره بورش باناميرا، كانت رانج روفر الاش اس او سبور الاخرى،
وكانت الايفوك وكانت سياره اخرى انا ما تذكرش. صديق ديالي احمد عدنان قال لي راه سياره من نوع بي ام. واحد اللحظه جبدنا البورطابل صورناه وكل للاسف ديشارجات ليا لاباتري. خدينا بعض الفيديوهات ولكن خدينا في اللحظه اللي كانت المطارده يعني ما تشدش هذاك الشيء مزيان. الصديق ديالي احمد عدنان حاول يشد السياره اللي من ورايا اللي قدامي. كاين بعض الصور دابا في الحائط ديالي في الفيسبوك اللي ديال دوك السيارات ولكن من بعد للاسف الترقيم ما كيبانش. من بعد الشرطه قالت لنا بان راه كاين كاميرا تماك دونك غادي يكون بحث غادي يتعمق البحث باش انهم يستطيعوا يجبدوا الارقام ديال السيارات ديالتهم. واش اخويا كيتلاقاو لك اربعه ديال الطوموبيلات من السيارات الفاخره يعني وفيها 20 واحد وانت والصديق ديالك يعني كنا كنت غير بوحدي نقدر نقول انا بوحدي الصديق ديالك يشتغل معايا يعني داك الشيء اللي تنكتب انا تيكون معايا يعني بالضبط هو بحال قلتي هو المساعد ديالي يعني انا وياه وفي هذيك الفتره وبهذيك العمليه وبهذيك الطريقه المره الاولى والطريقه كيفاش وقفوا وكيفاش واحد بقى على اليمن وكيفاش طاردونا وكيفاش جاو من اليمن الليسر وعاوتاني القدام وعاودوا نفس التشكيله عاوتاني يعني انا كتبان لي بحال قلتي داك الشيء مدروس ومخطط ليه. واحد اللي تيدوي اللي هرس لي المره الاولى اللي نزل وهرس لي هذيك الزجاجه القدامي هو اللي نزل وهو عاوتاني اللي هرس لي المراه هو اللي كان كيتكلم فيهم هما كاملين. حتى واحد تقريبا كان كيدوي في الطوموبيل هذيك فاش كانوا غاديين كيبقاو يغوتوا ما عقلتش انا اش كانوا كيقولوا لانه مجموعه في الطوموبيل ما عقلتش على الهضره اللي كيقولوا. ولكن واحد اللي نزل واللي تكلم مباشره هو اللي كان معاهم تماك. الور تماك الشرطي ملي تفهم الامر عاد باش المسطره مشات خدات الاجراء اللازم ديالها الاجراء الطبيعي خدينا صور تماك داروا المعاينه جات الشرطه خدات صور مشينا للكوميساريه ديال غاندي تماك تفتح البحث دار المحضر خداو الاقوال ديالنا باش جينا عاوتاني هنا. ولكن الغريب والغريب في الامر يا اخي اننا فاش سالينا التحقيق وكل شيء من بعد منها بربعه ديال التسويع خرجنا من الكوميساري ديال غاندي يعني انطلقنا من عين دياب الكوميساري ديال غاندي تما كاينه واحد المسافه ديال 5 كيلومتر يعني 5 4 كيلومتر الا حسبتيها. خرجنا من تماك خرجنا من الكوميساريه غادي نمشيو انا وصديق ديالي مع المرايه ديالي مهرسه ما نقدرش نسوق بها بحال هكذا. قلت لي خصنا نقلبوا على شي دروك ريح حانوت باش نلصقوها تنقلبوا لقينا راسنا في بيران زاران. شريت سكوتش لصقت به المراه راه دابا راه كاين الصور نوريكم كيفاش نلصق المراه. يلا تلصقت كيوقف علينا واحد السلام عليكم. وعليكم السلام. واش نتوما اللي درتو كسيده في عين دياب وهي ماشي كسيده وماشي حادثه فهمتي؟ قلنا واش نتوما؟ انا قلت لي غير ديك قلت انا شنو قلت؟ قلت ربما هذا السيد هذا شافنا واقفين وكيصحابها بانها حديثه وعقل وجا. قلت لي هما حنا وي قول لي راه هذوك الدراري راه تنعرفوهم. قلت لي شكون باش كتعرفهم؟ قال لي راه انا راه تنعرفهم راه جاو دخلوا وجاو عندي وهما يوقفوا ثلاثه منهم. ثلاثه وقف واحد منهم اللي عقلت عليه كان في السياره واحد هذوك ثلاثه ما عقلتش واش كانوا معاهم في السياره ولا لا. ولكن هذاك الرابع اللي جا من هذوك ثلاثه اللي جاوا من ورا الاولاني كان منهم كان من اللي كانوا في السياره. وفاش شفتو قلت لي انت كنتي معاهم؟ قال لي كنتي معاهم وانا نتخلع انا والصديق ديالي حميد عدنان زعما بطريقه قال لي خاصنا نشوفوا كيفاش نخرجوا من هنا لان تبعوك من غاندي تبعوك من عين دياب لغاندي من غاندي لبيران زاران ما يمكنش يكونوا تابعينك على رجليهم اكيد هما نفسهم اولا صيفطوا شي وحدين اخرين اولا الله اعلم. مادام ما كاين واحد معاهم الا راه هما نفس الاشخاص بداو تي بحال تيقولوا لنا شوفوا اجي مشيو معنا نديوكم كاين واحد الكراج نصوبوا لكم الطوموبيل راه حنا تنعرفوا واحد راه كذا وبواحد الطريقه باش كيدويو. جاتني انا فيها نوع من فهمتي مصطنعه وفي نفس الوقت كتدخل الشك يعني فبالتالي اشنو غادي ندير انا والصديق ديالي؟ قلت له خصنا نلقاو شي فرصه. قلنا لهم واخا كيفاش غنديروا؟ قلت لحميد خذ النمره اخو عطيونا النمره عطاونا النمره طلعنا في السياره بقاو هما واقفين علاش غادي يرجع عندي؟ ما عارفش النيابه اللي خاصها تعرف هادشي من بعد هي اللي خاصها تلقاهم وتسولهم واش الهدف ديالهم يديونا عاوتاني يتبعونا يقضيو معنا شي الله اعلم الله اعلم الله اعلم. لا ربما من غير الاخبار لا انا شنو شكيت ربما باغيين يستدرجونا لحاجه اخرى لمكان اخر. في اللحظه اللي قالها الصديق ديال احمد عدنان تاخذ التصريح ديالو قال لك مشي عند شي واحد شنو كيتسمى بلا ما نذكروا الاسم ديالو من الافضل تيصوب طوموبيلات مشهور قال لنا واحد راه عمنا هذاك نمشيو نديوكم عندو نقادو لكم الطوموبيل. بمعنى اشنو؟ واش غنمشيو معاهم؟ لا ديك اللحظه حنا خصنا نمشيو وحنا مخلوعين. يلا خرجنا من واحد المحاوله ديال القتل ولا اشنا هي هذيك ولا تصفيه ولا الله اعلم. انا كنظن الشرطه هي اللي خاصها تعرف شكون لان انا ما نقدرش نعرف. انا عندي تدوينات ربما تنتكلم كباقي شباب مغاربه على الاحتقان اللي كاين دابا المشهد السياسي اللي كيعيشو المغرب هاد الاحتقانات اللي واقعة. دونك انا تنتكلم تنعبر بالراي ديالي كشاب كمغربي ساكن في المغرب فاوتوماتيك ربما انا قلت دوك التدوينات ربما انها هي اللي ادات انها تستفز بعض الناس اللي كاينين مثلا في واحد المراكز القرار او مراكز السلطه بالاضافه للرسوم المتحركه ديالتي. فكيف ما كتعرفوا بوزبال بانه راه كيعالج في حد ذاته كيعالج ظاهره اجتماعيه ولكن في نفس الوقت كيتطرق لمواضيع سياسيه
في بعض الاحيان ربما انه يقدر يكون دار ازعاج لبعض الاشخاص، ممكن ان شي حلقه قاس واحد الشخص معين ولا فهمها بواحد المفهوم عن طريق ربما التاويلات الى اخره. فبالتالي انا ما تنتهم دابا حتى شي جهه، انا كنخلي دابا التحقيق النيابه العامه هي اللي غادي تثبت في هذا الشيء، وهي اللي غادي لان هي اللي عندها الاليات باش تعرف. انا ما عنديش الاليات باش غادي نعرف. وراش غنقول لك، ما بقيتش كنقدر نخرج بوحدي، لا انا لا الصديق ديالي. يومين ما نعاسش، يومين ما نعاسش. عندنا دابا واحد الحرس خاص، درنا حرس خاص اللي واقفين معانا، ما بقيتش نقدر نخرج بوحدي، لا انا لا الصديق ديالي. يعني باش كتوصل بك الحاله لانك كتولي عايش خايف، خايف سواء من تصفيه من تهديد، لان لحد الان باقي ما وضحتش الصوره اشنا هو داك الشيء. من طبيعه الحال مساله مفروغ منها، لان كاين اللي غادي يطيح في هذا الموقف ديال سيارات 20 واحد في واحد العمليه، وكتبان لك عمليه منظمه المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، وعاودوا تبعوك عاوتاني، تما كتحس بان كاين مستهدف، كاين تهديد. انا خصني انا دابا زعما اللي كيبان ليا الحقيقه امتى غادي تبان؟ الحقيقه غادي تبان عند النيابه العامه وعند رجال السلطات، لانهم هما اللي قادرين انهم يبحثوا ويعمقوا البحث ديالهم ويوصلوا للضنين واللي مدبر هذا الشيء، ولا هذه الجماعه، واش الجماعه واش هي جماعه ارهابيه، واش الجماعه الهدف ديالها انها تصفينا جسديا، ولا الجماعه الهدف ديالها سرقه السياره، ولا انا ما عارفش بالضبط. فلذلك انا غادي نخلي النيابه العامه هي اللي غادي تقوم بالاجراءات ديالها، وهي اللي غادي توضح الامور. من طبيعه الحال انه دار نفسي ما كاينش ضرر جسدي. كتقول شي كتقول كاع كنا واحد في الزنقه تعيرتي انت وياه واعتدى عليك لفظيا، وتطورت المساله الاعتداء جسدي، وكان واحد التبادل ديال الضرب او لكن بينك وبينه، تما كتقدر تقول بان القضيه عندها واحد البعد، نقدروا نقولوا بعد محدود، ولا عنده الجسد ديالك غادي يتشافى من بعد، غتقبلها ضربني ضربته ومشيت في حالاتي، فهمتي؟ يعني صافي تفارقنا، الله يعاون الله يعاون. ملي كتجيك بهذه الطريقه الغريبه وما عارفش اشنو كاين، كتبقى في واحد الحيره من الامر ديالك، كتبقى في واحد الحيره. كانت واحد الخطوره اللي ما نقدرش نوصفها لك، لدرجه اننا كنا نتقلبوا الطوموبيله ديالنا، وحتى قدام المخفر ديال الشرطه جو بونس ديك الساعه واش كان خرجوا البوليس ولا ما خرجوش. المهم كان جا واحد تيجري بغى يضرب، يا سوا بغى يضرب حيت كان من جهه ديال السي محمد، يا سوا بغى يضرب السي محمد، شاف البوليس ما قدش، اللي قد عليه هو انه يهرس الزجاجه ويهرب. ما عرفتش. وغالبا هاد الناس غيكونوا مسلحين، لان اربعه طوموبيلات، وكل طوموبيله تتحمل اربعه ناس خمسه ناس في الطوموبيل، دونك الناس مسلحين واثقين من نفسهم باش انه غيتبعك قدام مخفر الشرطه، الا راه انه واثق من نفسه وعارفين شنو تيديروا، وما خايفينش، ربما ما خايفينش حتى من البوليس.